بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء. أصلي صلاة تملأ الأرض والسماء على من له أعلى العلا يتنبأ. أنا مدينة الحب دفءا في الصيف والشتاء، أنا المنارة ونجمة من نجوم الخير في السماء. بنور الله أحيا وروحي بلون الزرقاء، من شمال خير الأوطان وغيرتي على الصحراء. وسلامي إلى ناس وادي لو خير الناس جودا وعطاء. لكم البشرى ومحبتي تنور في شمس البحر بنقاء. أنتم أهل الكرم كعسل النحل صفاء، من شرقي ومن جنوبي في الجبل أو في الأحياء. وتحية لكل عامل فقير أو غني يتحلى بالوفاء. أنتم نجوما في سمائي كلكم لدي سواء، وحتى من في الغربة اشتاق إلى شاطئي وليال حمقاء. لك حبي يصيح من تحت شعار البقاء. أنا وادي لو كالقمر وحيدة اليوم مع هذا الوباء. وفي عهد كورونا ما عرفت نوما ولا هناء، وبقيت وحيدة مع أصوات الأمواج الصيحاء. أصبحت شوارعي خاوية بعدما كانت تتلألأ، أصبحت حائرة أنظر إلى الكون أم أنظر إلى لون الماء. كنتم هنا بعد أيام بأصواتكم وحركاتكم لي فداء. ها أنا اليوم من دونكم أصبحت كالعذراء، وعرفت قيمتكم فأنتم كطيور في أعالي الأرجاء. وأحرص على سلامتكم وتواسن الليالي بالأضواء. أصبح الصمت الآن لغة منتشرة في كل الأنحاء، منبثرة كأوراق الأشجار في كل الزوايا كالأشياء. بجدكم وأخلاقكم التزمتم الحجر فهو وقاء. لقد اشتقت لصوت الأذان وخطوات الناس إلى المساجد تملأ، وإلى كل لاجئ كان إلي في كل الفصول يلجأ، وإلى تلك البراعم أصواتهم في الأقسام أبرياء. وكذا الشباب ثروة هم بالأخلاق والعلم والحياء، هم كنز إذ أسسوا جمعيات، هم أذكياء لهم نية الخير، هم كالأسود في الضراء. هم القلوب ومستقبل ظاهر بالجد وليس فناء. وتحية لكل أسرة متمسكة رجالها ونساء، وإلى من يكابد حتى يحافظ على هذا الفضاء. ولفيكم أمل أن تزيدوا انتظاما وإجلاء. إننا اليوم نعيش أزمة ولا بد أن يأتي الشفاء، إن شاء الله تعالى أن يشاء. أنظر في ترابي ما وجدت أحدا من غير السلطات، فلهم الثناء موزعين بانتظام ونظام، رجالا حاربوا العناء. من شرقي إلى جنوبي ومن غربي إلى شمالي، فبشاويتي هي القضاء. وبأصوات وأضواء الأمن والسلم أنا أهنأ، فاصبروا وصابروا فالحجر الصحي وقاء. أصبحت أميرة لكن حقيقتي كالحمقاء، أصبو في هذه الحياة الآن صابرة لتمر هذه الأجواء. سألت البحر فأجابني بلاهم أنا لا أهدأ، إننا لابد علينا من صبر حتى يحكم البارئ. كل يوم أعيشه وأنتم سالمين زاد الحب إنشاء، ونخاف عليكم أنا والسلطات والوطن أن يصيبكم البلاء. يا أعزائي تفاءلوا أن تعود الحياة بالثراء، يعود الوجود المفقود وينور يبدأ. ولكل من خرق قانون الوقاية هم أولئك الأعداء. أنا مدينة الحب دفءا في الصيف والشتاء، ستعود إلى وطننا وأرضه وتنير الأجواء. سوف يعود كل شيء في أقرب وقت الله يشاء، فنحن هم الودلويين بالحب نداوي الأعمياء. وتحية لبلدية وادي لو بالجهاد والكفاح لها الإجلاء. وأنتم يا سيدي الرئيس بالجهاد والمبادرة أقوياء، ومن بلدية إلى كل المراكز فخرا بكم وعزماء. وتحية لأمير المؤمنين محمد السادس هو الولاء، أسد في الشدة كالريح إذا هوى في ليال سمراء. نصرك الله يا مولانا على الحق عزما بتنبؤ. وأنا لو كان شعري فضة لفديتها ولونها صفراء، أنا عشقت كل الألوان لكن لم أرى كلون راية حمراء.
وما أحببت نجمة إلا تلك النجمة الخضراء. إني الآن مواسية مع تلك الهمسات ونسيم الهواء التي تصعد بعد الفجر من تحت المياه البحر الفيحاء، تزرع في روحا فأحيا بها بينكم وبين الأحياء، تعطيني قوة روحية حتى أن تغيب شمس المساء، فأتمسك بعزلتي لأحصي النجوم التي لا تقبل إحصاء. أنا الأم التي حضنت عن ثروات الأغنياء، ولم أتخلى أبدا عن قلوب الفقراء. أتأمل إلى ما وراء البحار لبلدان أخذتهم الأهواء، لعلي أترقب صياح الأمل وحلول السراء، وأرفع قبة احترام وتقدير لكل الأطباء، وأهدي قوافي مع حروف الدفقة إلى جد الوزراء الذين أمام المحن بالصهر والنداء. شكرا يا رئيسي على التألق وحسن الأداء، وبدون مبالغة فإني أحصيكم جميعا وبالأسماء، وأدعو الله جل في علاه يبعدكم عن الأخطاء. إني بلدة أربي الأجيال ويتخرج مني علماء، وإني يا سيدي أجاهد بالأوزان لتنال الرضا، فأنتم جنودا فيما يرى ولا يرى من الجهر أو الخفاء، فحالنا يهتف بالتفاؤل والخير، هكذا نحن الشعراء مستعدين للدفاع عن الوطن بروح الكلام والبيداء. لن ننام حتى يطمئن الفؤاد ويهدأ اللواء، إن جيلنا لهم عشق لنا وهم بالإخلاص أحمياء، فإننا نعيش الآن لحظة تهز الأدباء، سنبرهن للعالم يا سادتي بأن لهم شفعاء، فلا تنسوا فنحن أهل الكرم والعطاء، اسألوا عنا إن شئتم ستكون إجابتهم هم أولئك الشرفاء، ولا تنسوا نصائحنا فنحن عنكم أوصياء، نحن مع جل العلاقات فيها لدينا خبراء، أنا وأهلي عن وطني نعزم بالجهاد وهرق الدماء، وهم نورا بعد الفجر كالأتقياء، ستتكرر الحياة وسوف يصبح تاريخ يعود، ونواصل السير رفاقا وأصدقاء، وأذوب شوقا واشتياق، وأرجو من الله أن يرفع البلاء، والصلاة على خير الورى وفي مدحه كتب من الله تقرأ، وأعلم يا صادقي بعد الحجر هنا دواء هو الدعاء، ألا فادعو على الله يرحمنا به، فلولا الدعاء ما كان بالخلق يعبأ.